وللمزيد حول ما شهده المهرجان منذ انطلاقه وحتى الختام ينضم إلينا مباشرة من العالمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك. نعم أدى، بالفعل نجاح كبير حققته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال تنظيمها الرائع لفعاليات هذا المهرجان، مهرجان العالم عالمين على مدار أكثر من 50 يوما. كانت هذه الفعاليات لفتت أنظار الجمهور بشكل كبير، سواء في فعالياته الرياضية أو الثقافية أو الترفيهية أو الفنية. وبالطبع كانت ليلة الختام أمس ليلة رائعة، بدأت بعروض للألعاب النارية في سماء العالمين، ثم تم إذاعة فيلم تسجيلي عن فعاليات هذا المهرجان الذي بدأت منذ 13 يوليو وحتى يوم أمس 2 سبتمبر، ومختلف الفعاليات التي روجت لمدينة العالمين بشكل كبير وتفتح لها أيضا المزيد والكثير جدا من الفرص الاستثمارية. يعني تحدثت صباح اليوم مع عدد من المواطنين الذين ما زالوا في حالة انبهار من أصداء هذا المهرجان الذي استمر على فترة طويلة وقدم مجموعة وباقة متنوعة من الفعاليات. وإذا تحدثنا عن الفعاليات الفنية نجد أن هناك فعاليات وحفلات فنية لاقت إعجاب الجماهير وكانت ترضي جميع الأذواق من الفئات المختلفة، من فئات الشباب أو الصغار أو متوسطي العمر أو الكبار. نتحدث عن حفلات غنائية متنوعة، وبالتالي الجمهور تحدث عن رغبتهم في استمرار فعاليات هذا المهرجان، وأيضا أن تكون هناك دورة شتوية لفعاليات هذا المهرجان ولا تتوقف الفعاليات عن هذه الدورة الصيفية. وبالتالي كان هناك حالة انبهار شديدة بفعاليات هذا المهرجان الذي استمر على مدار أيام كثيرة. وأيضا هذا المهرجان حظى بفعاليات عالمية كعروض الأزياء العالمية التي أيضا كانت موجودة خلال هذا الفعاليات. وتحدث أيضا مصمم الأزياء العالمي الذي كان موجود في هذه الفعاليات عن رغبته في إعادة هذه عروض الأزياء مرة أخرى هنا في مدينة العالمين، التي أيضا هي تتميز بجوها الرائع طوال هذه الفترة الماضية. وأيضا هذه المدينة على طول 14 كيلومتر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ما زالت الأصداء مستمرة وسط انبهار كبير من المواطنين والجمهور، سواء الذين جاءوا لزيارة مدينة العالمين أو الذين جاءوا خصيصا لحضور الفعاليات، سواء الفعاليات الفنية أو المشاركة في الفعاليات الرياضية والترفيهية. إليك أداء في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني، كنت معنا من العالمين الجديدة.